وجه الشيء اللي ابغاه ذو الركاب يعني بقصد زي الذلول او زي زي زي, زي الرحول حيث حيث شئت مشايع يعني يشيعني معي. احسنت ايه مشايعي لبي واحفزه, لبي وأحفزه بامر مغرمي نعم. اني عداني ان ازورك فاعلمي فلا لا ولقد خشيت بان اموت ولم تدر للحرب دائره. طبعا هذا دخل بقصته قتل ابوهم وهم يبون يقتلونه غينا ان يفعل فلقد تركت اباهما جزر السباعي وكل نسر قشع. هذا اللي قتل في معركه دحس الغبره في حرب دحس الغبره وهم بني عبس وحرب دحس عبس نعم هي بني ذبيان وبني عبس وكان عنتر مشداد هم جو يعني تكلموا معه في النسب من النسب وانتقدوه بسبب امه قال له واحد منهم قال لك في الفرسيه ما عندك شيء ما عندك يعني في علم الفرسيه ومش الشعر ما يمكن تقول الشعر وانت امك كذا ثم انتقد الظهر بشيء هذا ما اتذكر قال اما القتال فستعلم وقتل الظهر ابوها وقتل عيال عمه في المعركه واما الشعر اعطاها القسقلي المعلق هذا يسموها المذهبه معلقات الشعر مكتوبه بالذهب يسموها قصيده المذهبه وقتل ابوهم فلقد تركت اباهما جزر السباعي وكل نسر قشع يعني بقى حد ما اكلها السباع سباع ونسور ونسور قشع ياكل فطايس فإن قتلوني قتلوهم الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي يعني يحشون أنا موجود إذا جيت ما تكلموا إن يفعل فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشع ثم أذنت بينها أسماء والمعلقة اللي بعدها هذه الخامسة هذه الصراحة يا أبو الوتيل عفوا هذه السادسة الخامسة يمكن ثوم هذه السادسة السابعة أذنت بينها أسماء رب تاوني يملوا منه الثواب هذه شيخ هذا تنتهي العمليه فيها الصراحه يعني نتكلم يعني هو طبعا فارس اي يعني مو شاعر زي مثلا زمرقس او مثلا طرف من العبد يقال كثير من العرب كان يقول طرف من العبد ما مات صغير كان اشعر الشعراء معناه هو خاله من قيس بنقيس خاله ضرب العبد لكن يعني مات صغير مات عمره 21 سنه مات عمره قتل وهو 22 سنه ذاك ابن زهير سلمى مشعر الشعراء النابغة من أشعر الشعراء عنتر شعره بعد السالفة هذه فهو فروسية طاقت على شعر على شعر عمرو بن كثير ليس شعر فقط قال القصيدة هذه لكن هو شعر سبحان الله عادة تلاحظ أن الفارس الحقيقي نادر ما يكون متعمق مرة في الشعر والشاعر نادر ما يتعمق مرة في الفروسية إنما عنتر قد يكون جمع بين اثنتين عندي ديوان غير القصيدة عنده بس طبعا محرف يعني لو سكر ديوان ثلاث أرباع الديوان قصائد منحولة مين مرة يعني مؤكدة هو منزل ديوان ابن قيس وغيره من الجاهلين طبعا كل الجاهلين أصلا منحول لهم كثير بس الفكرة أنه هو تكلم في فروسية كثير وصف الخيفي من قيس طبعا أقوى عما يوم قالوا الأصمعي يسألوه ما قال الأصمعي وعمر بن علاء ما أصلا الأصمعي طالب عمر بن علاء قالوا أي الشعراء أفضل في الجاهلية أو شيء كذا قال لا أختلف عن الأربعة اللي اتفقوا عليهم ولكن أقول امرئ القيس إذا ركب وصف الخيل والنياك وزهير إذا رغب رغبت بفلوس عبس وذبيان من اللي صالح بينهم زهير فلوس والنابغة إذا رهب يوم خاف من النعمان المنذر دحى طاعة المعلقة الثامنة أو تسمى معلقة ثامنة والأعشى إذا طرب يا سكر شربوه أما زي قصة هذيك اللي جاهم الأعشى وقعد عندهم ما لقى شيء عندهم يشربوا شيء طبعا قال هذا العشاء لو انك مدحت لو انك اعطيت الشيء كان مدحك تزوج بناتك فالحقه ما لح ما قال له في كان يسمونها اللي هي موجوده الان الظاهر اللي هي دخل في مدينه ايش يسمونها هنا موجوده هنا في ال في اليمامه في نجد الحجر فيها لا 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 معروفه هذه معروفه موجوده الحين يعني قريه موجوده ساكنين فيها ناس نفس الاسم في جريمه موجوده زبده في نجد يعني دخل مكان يوفي يقول حقه الرسول في المكان هذا. كانت يعني رحت عند فلان انه كان ما كان عنده شيء وانه يعتذر انه مالك وهذه اعطاه شيء خمره او شيء زي كذا. كم اعطاه اربع ابيات. تزوجه كل بناته. على الاربع ابيات. فقال اعشى طرف يسموه الصناجة العرب، الصناجة وش هي؟ تعرف المصريين يستعملون هذه اللي يحطونها بايدينهم. في الموسيقى تستعمل. اي يسمونها صناجة العرب، يقول انه بشعره انه زي الصناجة يعني تاثيره على العرب كانه زي الصناجة من طربهم اسمعوا قصيده لان ما قال له طربان نعم هذا الاشياء طيب لكن كل شاعر يعني بيكون يبغى الوصف الخيال نشوف امرئ قيس ولقد غدوت
والطير في وكناتها. ولو طلعت في الصباح والطير ما بعد نزلت من العش حقه ما زال نايم العصفور. بمنجرد أجرد قيد الأوابد، يعني قفل للأوائل من الغزلان، أسرع الغزلان أنا أسميه الحصان هذا قفل لها، يعني يمسك على طول. قيد الأوابدي هيكلي ضخم بكرم مفرم مقبل مدبر معا كجو المودي صخر حطه السيل من علي. طبعا هذا كيك حصان مكار وفار الفكرة سهلة جدا، كجو المودي صخر حطه السيل من علي كصخرة طايحة من الصخرة طايحة شلون؟ مرة هنا مرة هنا مرة هنا، فهو هذا بالحالة الشطر ذا بخلي بالحالة. هو قال الحصان مكر والحصان مفر والحصان مقبل والحصان مدبر معا كل هذه الأشياء في سواها جميل في جميع هذه، لا في جميع هذه الحالات. هذا أنا ما أرانا طبعا هم يرون بالفعل يرون جميع، بس أنا ما أرانا أو كثير من يعني أتوقع رواتي أيد النقطة هذه معا راجع لأن هذه الأشياء معا يفعلها كالصخرة. يعني كيف يفعلها كالصخرة؟ يعني أقدر أقول مكرم يفرم مقبل مدبر معا، هذه وجمع بالحالة هي كجل مودي صخر حطه وسيله من علي. وأقدر أقول مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجل مودي صخر حطه السيل من علي. أحسنت، يعني كأنك حطيت شيء اسمه قاعدة وقف وابتداء. بالضبط، يعني باختصار أثناء كرة وأثناء فرة وأثناء إقباله وأثناء إدباره أشبهه بالصخرة. أي فلما جاء يركب حصانه كرة ثم فرة ثم كن الصخرة طايحة. ودي القطع أنه طايح في نظري أنه لو قال مكرم يفرم مقبل مدبر معا ما يدخل موضوع الصخرة معا، لأن هاي ناقضة ذيك. خلاص مكرم مفرم مقبل مدبر معا، خلاص كمل بالثاني أو كمل شطر آخر، لأن الصخرة ناقضت الفكرة هذه. لأنك الصخرة ما تكر وتفور معا، يتكر ثم تفور ثم تفور ثم تكر عاد تشقلب. فهم يرون الحصان كار وفار ومقبل ومدبر بنفس الحالة، مع أن طبعا ممكن تصير الحصان ممكن مثلا هو منطلق معطيك عدد عدوس وضعيات يعني في نظرهم، لكن ممكن تسمي ذا فر وكار وممكن تسمي إقبال ودبار يعني. لكن بالنهاية هذه ممكن تتصورها، ممكن أنا أتصور النقطة الثانية هي الأساس لأنها وصفة بالصخرة. الصخرة ويطيح يعني المفروض نقول مكرم مفرن مقبلين مدبرين مع انكج المودي الصخري حطه والسلم هذا توقعي، والدليل عليها في نظري انه شبهها بالصخرة. والصخرة تكر ثم تفر ثم تقبل ثم تدبر، والدليل بعض القوي انه قبل ايش قال بمنجرد قيد الاوابد هيكل هيكلي نعم هو اصلا مشبه بالضخامة قبل ثم يقول والصخرة دليل كخذروف الوليد امره تتابع كفيه بخيط موصلي درير حصان سريع كخذروف الوليد زي الفريرة لما تفر حركة سرعة حركة الحصان وهو فاتح كأن الفريرة ما تشوفه لما تحرك تعرف الفريرة لما تفر هذا تلعب بسرعة له أي طلا ظبي أي طلا ظبي جنوب ظبي الظبي مهما ضمر ما تشوف ما, 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 ما يكون ضعيف أي طلا ظبي وساق نعامة الظبي يعني كمهما كما كان ضعيف تلاحظ قوة الجوانب عنده وساق نعامة وال مكورة مدورة قوية يعني وإرخاء سرحاني وتقي وتدفني اللي هو يعني يمد مدى الذيب ويجمع جمع الثعلب. طبعا هذه مبالغة أن عادة اللي يمد ما يضم نفسه بالشكل لا العكس صحيح بس النوع من العام قالوا يبغى يجمع يعني يصبح صار إرخاء سرحاني وتقريب وتدفني طبعا هو وصف أشياء كثيرة بس مو موضوع له كائن كالدعسي لبده هنا بس طبعا هذه في قصيدة أخرى مو في المعلقة بس يعني عدة أشياء ذكرنا معنا طبعا فألحقنا بالهاديات ودونه جواهرها في صرة لم تزيلي ألحقنا بالهاديات السريعات اللي قدام الأوائل فألحقنا بالهاديات ودونها قبلها جواهرها في صرة لم تزيلي ما زالت يعني لما تفرق الضباء تنحاش تتفرقع يمين يسار وقدامه هو لاحق الأوائل واللي وراه ما بعد تفرق أصلا تعرف الشيء زي لما تطق السرب واللي وراه ما بعد تفرق وقصد أن الحصان يلحق الأوائل الأوليات واللي وراها ما بعد تفرقت أصلا فلحقنا بالهاديات ودونه جواهرها في سرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة ذكروا أنذا دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي هذا معنى بعض الناس يقول هل كانوا العرب من أول يغسلون الخيل منطقيهم ما غسلون أنفسهم يغسلون الخيل ما عنده موية بس الفكرة هذه من بعض الروايات أنه فلم ينضح بماء فيغسلي أن الحصان ما عراك عشان نغسله بس طبعا الرواية الأقوى أنه فلم ينضح بماء فيغسلي يعني أنه ان عرق يغسل عرق غسلناه عرق يغسل نعم لما ينضح بماء يغسل فظل طبعا هو في كثير بيت غيره بس ما ذكر بالضبط ما حفظها بالضبط لكن فظل طهات اللحم يوم عقب ما خلص من الصيد وصف يسوون عقب الصيد جسدهم وخيمته وكذا فظل طهات اللحم من بين منضج
صافين في شوائن أو قدير معجل، بعضهم يشون اللحم وبعضهم يطبخونه بقدر مرق. وبات بعيني ما أتذكر الشطر الأول، لكن ظل تحاوت اللحم من بيني منضج صافي في شوائن أو قدير معجل، وروحنا كأن الطرف يقصر دونه، متى ما ترقل عينه وتنزل. فيه تسفلي وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسل. ثم قال صاحي ترى برقا من نجم وصف المطر، فظل طحات اللحم بين منضج صفي في شواء أو قدير معجل، ورحنا يكاد الطرف العين تقصر دونه، يعني ما يكمل، يعني ما تشوفه كامل، كثر من كثر حسنه تشوف قدام تشوف تحت تشوف فراء تشوف، متى ما ترقى العين فيه تسفل، لما تشوف رقبة تشوف اليدين تشوف الحارك، يعني ما تدري ايش تمدح ايش تخلي. فظل عليه سرجه ولجامه وبات بعينه قائما غير مرسل. فمحصان واقف مصوم مخلي عليها ادواته وغراضه كله قاعد يتفرج عليه. ثم وصف المطر، فهو عنده وصف اشياء قويه جدا اخرى في ابيات اخرى، لكن هذه في المعلقه نفسها. طبعا زهير ما تكلم عن الخير ابدا، النابغه ما جاب ذلك. هذا امر القيس، هذا معلق امر القيس. طرق ابن عبد وصف الناقه، وصف الناقه وصف قوي جدا فيه. طبعا امر القيس برضه وصف الناقه وصف اقوى في المعلقه، بس احنا من اهل الخيل. اي امر القيس غزل ثم وصف النياق ثم وصف الخيل، لكن طرق ابن عبد ما تكلم في الخيل، تكلم واضح. عامر كلثوم طبعا تكلم يوم قال باي مشيئه عمرو مهند انه نكون لقائكم فيها قطينا، باي مشيئه عمرو مهند تطيع ابن وشته وتزين، تهددنا واوعدنا رويدا متى كنا لامك مقتوينا، فان قناتنا يا عمرو اعيادت معلقته. في بدايتها يتكلم عن موضوع الخيل يوم قال وضك بالضبط وش هو، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يرينا، متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقية نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. بس هو تكلم عن موضوع الخيل اللي هو يقول اللي وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بنينا، وردنا دوارع بالدروع وخرجنا مغبره كبار شعثة بعد المعركه كأمثال الرصائع المراصيع قد بلينا، يعني شبع الرصائع زي القرص والخبز، شبه شهابتها بالخبز بالقرص المراصيع كأمثال الرصائع قد بلينا، قد بنينا بلينا بلينا باللام وفي شيء وتحملنا غداة الروع جردن عرفنا لنا نقائذ وافتلينا. من اللي ينقذنا؟ خيلنا هذا فلاوه من يوم صغار، ورثناهن عن اباء صدق ونورثها اذا متنا بنينا احسن. فيعني هو كان كلها كانت فخر، بس كان يعني جاب البيت هنا تقريبا هذا من هذا عمرو بن كلثوم المعلقه الخامسه. عمرو بن كلثوم احسن. المعلقه السابعه الحارث بن حلة ما جاب طاري ثم منا على تميم فاحرمنا وفينا بنات وقوم إيماء، بس ما تكلم عن وصف للخيل، ما تكلم عن وصف للخيل. نعم. النابغه الثامنه ما تكلم عن الخيل، والاعشى لم يتكلم عن الخيل. عبيد الابرص في المعلقات تكلم. نعم عبيد الابرص تكلم واركبوا في الروع خيفانه دلاصا تثنى على الراهشي، هذا مو في المعلقه بس هذا في